المكان استاد القاهرة عدد الحاضرين 120,000. محمد نوح خد عدته وخد صوته وقال انا هغني للجماهير في الاستاد بالظبط زي ما راح معرض الغناية. ما فيش فنان عملها بهذا الشكل جوه مع الجماهير بالظبط، وده كان احساسه انا صوت مصر. وهو كان بيقول انا لو قلت مادد مادد ما الناس ما بتعرفش تقول وراي، لما اقول مدد مدد يا استاذي اللي هي اللحن السريع بالظبط اللي هو رتميك. انا عشان بتاع اما في الندوات اللي انا بعملها وفي الصالون الثقافي وفي مسرح صغير في الاوبرا لما اروح واقول او في اوبرا دمنهور او في اوبرا اسكندريه واقول اغاني محمد نوح بصوتي وانا في سني ده ريستاتيف القاء، اقسم لك بالله الناس بتصرخ. فلا تتخيل محمد نوح كان بيعمل حالة في الجامعة يا رب تكون حضرتها في الجامعة، ما فيش جامعة في مصر وانا مصر وبروح. هو فنان يعني هو حطه بلاش حطه في انا الناس. حطي هات لي ناس كتير هات لي الناس وغلق. حول مكان في شارع الهرم الى استاد كان بيجي فيه ولاد شاه ايران ولاد الرئيس السادات جميع نجوم مصر بلا استثناء وعلى رأسهم العظيمة القديرة سناء جميل، نادية لطفي، نور الشريف اللي احنا في ذكراه، فريد شوقي، مفيش فنان ما كان بيخلصوا شغلهم ويجي نوح يغني من 2 لـ4 واحنا وراه شباب بنعرق ونتعب ونجهد. وهو مفيد فوزي كتب تورت هائج يخرج الى المسرح يجعل من الناس ثورة. أنيس منصور يقول محمد نوح بيخلي الناس في حالة وجدانية غير عادية. والكلمة احنا بنغني دلوقتي نقول ايه وعلى الفنانين او ولادنا بيسمعوا ايه دلوقتي بيسمعوا. يعني بيسمعوا. ولذلك في حاجة وانا بكتبها كتير قوي الولاء والانتماء. الانتماء انا بحكم ان انا ابن عيلة نوح انتمي لعيلة نوح، انما الولاء ده لازم نتعلمه من الفنون. يا استاذ محمد من خلال برنامجك اللي انا واثق لان انا بشوفه، يعني انا بقلب كتير كده وجه جاي واقف عندك، مفيش فنون في المطلق. شكسبير لما كتب التردد في هاملت وكتب البخل في تاجر البندقية وكتب حقوق الابناء في الكينج لير في الملك قيم، مفيش فن في المطلق كده يفرفشني. ده يبقى حجر ماما يا بابا. الفن لازم يبقى تكريس لقيم الولاء، لان اللي يحب حبيبته ويحب بنته ويحب اخته ويحب امه يعرف بالحتمية يحب بلده. محمد نوح خد ما يستحقه من تكريم من بلده؟ كان ليه بقولها كان بيقولها دايما وانا اقنعتني جدا، كان يقول التكريم بحجم من يكرمك. يعني بص يا استاذ محمد لما انت او خلينا نقول الشعب كرمه او ملايين المصريين كرموه بحضوره. هو كان يقول لي بعد كده يعني هتكرم، بس انا الناس لا اقسم بالله. انا مره ده كان ابويا يعني فقلت له انا خايف عليك تتسجن، قال لي يا ده خد شويه كتب اقعد اقرا فيها. وهقول لك حاجه يا حسين، انا كل بيت في مصر احتمال يطلع لي منه اكل كل زياره. شايف الراجل بيفكر ازاي؟ ما كانش عنده يا استاذ محمد نوح عمل فلوس كتير قوي واتقال عليه انه اغنى واحد، عمل استوديو صوت، جاب منه فلوس كتير قوي عمل وحده تصوير، جاب من الاتنين فلوس كتير قوي عمل مسرح قصر فيها كل فلوسه لما الدوله جت خدته. محمد نوح مات لا يمتلك فلوس، لا يمتلك حاجه، لا يمتلك، وعلم ولاده بس كويس قوي، وانا ده اللي عملته في ولادي. بس احنا عندنا 3 أبناء لمحمد نوح، عنده سحر ومريم وهاشم. اعتزلوا على طول كده رغم انهم شاركوا والدهم فرقة النهار. لا عمل الرباعي، رباعي نوح. انما هم يعني سحر دي خريجة كونسرفاتوار ومتعلمة في فرنسا وبتقرا نوتة وبتاع، انما المناخ ما طلبهاش. احنا برضو ما بيترحبش بينا قوي، اصلا انت جنب حد طيب تكشفه. يعني انت اي يعني الكائنات الكبيره عقلا
ما بقتش مطلوبة. تعالى هات لي كاتب كبير دلوقتي، هات لي كاتب زي وحيد حامد النهاردة، هات لي كاتب زي أقول لك إزاي نجيب محمود، هات لي قاص زي يوسف إدريس ويعمل مسرحية زي المخططين، هات لي محمود دياب يعمل الزوبعة، هات لي نعمان عاشور. النهاردة أنت شبه الأشياء، والنجاح في مصر عشان حضرتك عارف الكلام ده بقوله عندك مش معناه أنك كويس قوي. طيب نروح ل 300 عمل فني عمله محمد نوح. ايوه في مختلف يعني فيه. هقول لحضرتك حاجه، تعرف فيلم اسمه الدخيل هو محمود المليجي؟ تعرف فيلم الاكبر مخرج المخرجين الكبار عارفين حجمه اسمه توفيق صالح اسمه زقاق السيد البلطي بطوله محمد نوح عزة العلالي وسهير المرشدي؟ توفيق صالح طبعا، توفيق صالح ده قيمه كبيره. اللي اتذاع لي محمد صبحه نعسه مع مها صبري، صبحه مع عزيز البدراوي، الرجل التاني، أعمال الحب في الصندوق، نسيت الزوجة التانية. الزوجة التانية هو اللي بيذاع بقى عشان سعاد حسني ما يقدروش يمنعوه. بس ليه ده كلام أنا كتبته في كتاب صرخة نوح وما أقدرش أقوله. طيب بس هو في الزوجة التانية ده كان العمل إيه يعني بداياته؟ كان سابع تامن عمل، لانه كان قبلها عمل صبحه مع عادل صادق بطوله مع عزيز. اهو ده صبحه، هو ده صبحه، ده قديم جدا. شوف كان ايام الابيض واسود، قديم جدا. في نعسه بقى مع مها صبري وصلاح قبيل، اهو الدخيل محمود الملك ده فيلم. الكلام ده ما بيزعش خالص يا استاذ خالص. ما يمكن علشان يعني بعض القنوات اشترت الحاجات دي، انا مش عارف. بس احنا عندنا معلش، اصلا انا يعني كتبت عن المظالم في مصر، كتبت كتير يعني. انا بكتب مع محمد حبوشه واحمد سامحني، وبكتب كنت مع الاستاذ حمدي رزق في كذا حاجه، وبعمل كتب وسيبها. حسين كمال حجمه انا عامل مقالة مثلا عن انور وجدي. انت عارف ان انور وجدي ده من اعظم المخرجين اللي فاتوا على مصر؟ انت عارف ان انور وجدي عمل اعظم كوميديا موقف في تاريخ السينما المصرية؟ الموقف لما الباشا دخل بالسبت وهو الجنايني، الكولابس ده ما حدش يعرف يعمله. وبعدين التوتالة، وانك ازاي تجيب القصر وفخامته مش بانك تستعرضه بكاميرا بان يمين وبان شمال، لا ده انت جبته في قفا عبد الرؤوس عصر وهو واخد نجيب الريحاني مدخله القصر، وجبت البنت وناس ده بالسلم فوريتني الريشيس بتاع المكان ده. المخرج مش ده الفيلم اللي جمع فيه غزل البنات كل نجوم مصر؟ انور وجدي ده كتب عنه، عن انه انا كتبت عنه، انا كتبت عن حسين كمال وصورت برنامج وحلقات عنه. حسين كمال ليه فيلم اسمه المستحيل يتدرس، ليه فيلم تاني اسمه صرصرة فوق النيل. انا ذاكرته زي ما بيعرض قصة الأفلام بره، ذاكرته قصة الكتب الكبير. أيوة، وقال لك أما الشعب المصري كان في المرحلة بتاعت 67 ثوان. طيب أنت أيضا عازف درامز. أنا عازف درامز وكاتب. لا بس كعازف درامز أنت رايح دايما مع نوح، رغم مثلا عبد الحليم حافظ طلبك، ورغم جميع مطربين مصر الشباب التسعينيات، علي الحجار، مدحت صالح، كل الجيل ده انا لعبت مع مزيكا. بس ما بخرجش ورا حد حفلات غير مع الاوركسترا السيمفوني لما لعبنا مع فؤاد عبد المجيد بتاع دعاني ترارارا ده. بس ظليت يعني ايه حكر على محمد نوح. انا ما بشتغلش ورا حد غير محمد نوح، كانت دي حته فلاحي فيا، واحنا فلاحين يعني، انا اخويا وانا وراه بشيله. على فكره كلم السادات عشان يعمل لي باسبور مخابرات اطلع اسافر معاه، يعني عشان بس تبقى حضرتك، لانه كان بياخدني وانا درجه حرارتي عاليه ويلفني كده عشان اشتغل وراه، لان انا نوح كان امبروفايزنج، نوح كان شغله حبيتك قد السماء والشمس، يعني شغل امبروفايزنج بيعمل الدرامز وراه. ظل يعني يمارس ابداعه حتى اخر ايامه ولا صالون بتاعه اللي انا لا صالون ثقافي ده كان من الثمانينات وانا بكمله لغايه دلوقتي. لا انا بتكلم هو قبل الوفاه في 2012 بس الاخر قال لي انا عاوز اموت لاني ما باكلش اللي انا عاوزه، محروم السجاير، ما بقراش وما بنقراش علشان النظر، وما باكلش لحمه عشان النقرس قلبي والنقرس،
وما باكلش سكر عشان السكر. قال لي حسين انتوا عاوزيني ليه كده؟ كانت امراضه ايه؟ كان عنده عضله القلب تلفت جدا، وهو كان عضله القلب كان هيفي سموكر. هيفي سموكر وهو كان بيشرب موسيقار تقريبا في بعض الاحيان، كلام انا مسؤول عنه، اروص السجاير في اليوم، بس بياكل ربع السجاره ويرميها. ما هو شيلر بيرمي الربع. كان بيشرب كتير قوي. يعني بيشرب له ايه؟ 10 علب؟ يعني كان يقول لي انا مش عاوز اروح العنايه المركزيه، يقول لي عشان مش هيدخلوا لي سجاير. يعني هو قال لي كان عنده وجهه نظر برضه غريبه، يقول حتى لو لا خلينا عشان مش هنشجع الناس اللي بتشرب سجاير. يعني لا يعني بس هو دفع الثمن. برضه دفع الثمن على عضله أيوة القلب. ايوه كان صحته كويسه، وكان يعني كان يقدر يبقى صحته احسن من كده لو كان بطل سجاير. مات عن كام سنه؟ مات 75. 75 ما تركش ولا جنيه؟ ما تركش فلوس خالص، غير علم ولاده كويس قوي 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 قوي. كان حريص على التعليم جدا، اللي ورثته له امه برضه، واللي امه قالت لنا يعني حسين عاوز تلعب مزيكا؟ خلص الكليه. توقف عن لقائه بالجماهير قبل ما يموت بكام سنه؟ لا بكتير، اكتفى بان الناس بقت تجيله وبقى تقعد معاه، وناس مهمه في مصر. وتوقف عند كام؟ سن 60؟ عند 65. 65 وبقى مكتفي بصالونه الثقافي. ثقافي يعني اللي هنا في لقاءات بتجمعه مع نجيب ده محفوظ. ده مع نجيب محفوظ، ده في بيته على فكره، ده في البيت عندنا. في بيت نوح. في بيتنا في محمد. وعلى فكره رجاء نقاش وسكينه السادات ورغده ويحيى شاهين قاعد جنبه، وده في البيت. ده قمم كانوا في البيت عندك. لا نوح كان على التواصل. نوح في باريس، يعني انا مش عايز اقول كلام بس يبقى شكله شوي شويه. يعني لا نوح كان على تواصل مع الناس. انا نوح سبب اعادي وكتاباتي اللي انا كتبتها، وان انا اول كتاب اخدها دار الشروق اللي اي كاتب يعني يتمنى تتنشر له، اول روايه ليا محمد نوح، لانه قعدني مع يوسف ادريس. انا اول يعني انا اما اعمل شغل عملت لفتحي غانم، عملت للناس، هو علمني ازاي. انا لما قريت يوسف ادريس قلت لازم اكتب، وهو قال لي انت حكاي اكتب، انت بتعرف تحكي كويس قوي. بس انت ايضا فنان تشكيلي. ومعارضي يعني الحمد لله. دي بتجيب لك الدخل؟ بتجيب الدخل، وانا بشتغل في حاجات كتير قوي طول عمري. انا عايز اعرف ازاي اجمع كفنان تشكيلي، عازف درامز، منتج للاعمال الفنيه، يعني مهندس ديكور. الكوكتيل ده يجي ازاي؟ بص يا بيه، كل الفنون تلتقي. يعني حضرتك انت ترى ان كل دي فنون وتلتقي. يعني هقول لحضرتك، لو حضرتك قلت بيت شعر دلوقتي انا ممكن شعر ايدي يقف. يعني انا لما اسمع كوبليه حلو او قفله لام كلثوم انتشي، لان الفنون ترتبط ارتباط. حضرتك لو شفت لوحه حلوه هتنبسط جدا. صحيح. ما دام بتسمع مزيكا الفنون كلها قريبه من بعض. علاقه نوح كانت عامله ازاي مع عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم بشرفي كان بيجي يسمعه شبه يوميا، ولما جه طلبني اشتغل معاه لانه كان عاوز يعمل فرقه سيمي اوركستريشن وانا العب معاه، وفعلا قال لي همسك المايك وبتاع ومش هقف بقى بالستاند ومش هلبس بدله، وفتح صدره وقال هغني، وكانت الاغنيه اللي عملنا عليها بروفات معاه اهواك. يعني عبد الحليم كان مرحب بنوح، كان مرحب بنوح وكان بيحبه. وعبد الحليم اصله حكايه كبيره قوي عقلا كمان.